السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة خطواتي للفصالة والخياطة، ونبداو لا فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم غادي نصايب معاكم واحد الباندا ديال الشعر، غادي نصايبوها بهاد الثوب هذا، بقايا ديال الثوب اللي كان شاطلينا من ديك العباية الخليجية. وغادي نحتاجو لاستيك بحال هذا، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي ديروا ليها. غادي تاخذوا الدوره ديال الراس ديالكم، وغادي تنقصوا منها واحد 6 سنتيم. غادي نطاسي بهاد الستيلو هذا باش يبان لكم مزيان، هانتوما بحال هكا. هيا وتنديرو 8 سنتيم بحال هكا، ومن هنا 8 سنتيم. هنا درنا 45، هنا كذلك غادي نديرو 45 بحال هكا. تنزيدو واحد ديال الخياط، غنخلي هاد الحاشيه نخيط منها، يعني غنزيد غير واحد، نزيد واحد من هنا وواحد من هنا. اما الا ما كانش هاد الحاشيه راه غادي تزيدو جوج بحال هكا، وكنسطرو. غادي نفصل واحد الطرف اخر بحال هذا، ها انتوما، ها هما جوج طراف ديال الثوب. غادي نخيطهم بحال هكا، غادي نخيطهم غير من هنا، ما غاديش نخيطهم من هاد البلاصه، وغنخيطهم عاود من هنا هنا، ونرجع معاكم. بعد ما خيطتهم بحال هكا وصلحتهم، ها هما، غادي نتني هذا بحال هكا، هانتوما ردوا معايا البال، وغادي ندخلها هذا بحال هكا، وغادي نتني هذا حتى هو، وتنجروه كيعطينا هاد العقده هادي. تيعطينا هاد العقده هادي، ها هي اللي تبان لكم. غادي ناخذ دابا الطوله ديال هاد المستطيل، بعد ما عندنا فيه 43، هاد 43 غادي نقصوها من الدورة ديال الراس ديالنا. تناخدو طول ديال هاد الباندا هادي، كنقصوها من الدورة ديال الراس، وتنقص منها واحد 3 سنتيم باش يعطينا القياس ديال اللاستيك. ومن بعد تنشدو القياس ديال اللاستيك، كنضربوه على زوج، وتنفصلو الثوب، لان الثوب راه ما كيتيراش، الثوب خصنا نديروه كبير شويه. دابا درنا غير القياس ديال اللاستيك. غادي ناخذو
القياس ديال لاستيك. الا درتو عرض من هذا خصكم ديروا داكشي اللي عندكم في عندك شي اللي عندكم في لاستيك. هذا واقيلا فيه هذا فيه سنتيمونز، غادي نديروا 3 سنتيم، واحد ديال الخياطه من هنا وواحد ديال الخياطه من هنا، يعني 5 سنتيم. وهذه هي الباندا اللي غادي يكون فيها لاستيك. هيا وها السنتيم اللي غادي يتخيط. غادي ناخذ هذا الطرف ديال الثوب هذا، غادي ناخذ هذه الباندا ديالنا بحال هكا، هانتوما كنحطو وحدة على وحدة، وهادي ساهل تنحطو وحدة فوق وحدة بحال هكا، هانتوما بحال هكا، وكنشدوها تنكمشوها بحال هكا. بحال هكا بحال كنديرو بليات، وتنشد هاد الطرف ديال الثوب بحال هكا، وكنتني وتنخيط هادو، ها هما خيطتهم بحال هكا، وهادو تنخيطوهم مع الجهة الأخرى. هاد لاستيك تنجرو على حسب داكشي اللي بغينا، غادي نخيطو من هنايا غادي نخيطو بحال هكا، هانتوما غنشدها تاني، هذا غنبدا ندير فيه لي بلي بحال هكا، غناخد هاد الطرف ديال لاستيك ديال التوب نديرلو بحال هكا، وغادي نخيط عاوتاني هاد الجهه، هانتوما تنقلب، ها هي الباندا ديالي جات على هاد الشكل هذا. هاد لاستيك هذا تنقيسوه على راسنا وتنجمعوه بحال هكا، على الطوله تنقص واحد 2 سنتيم بحال هكا بحال هكا، تنقلب عاود هذا تنقلب عاود هذا، وتنلصق معاه هاد لاستيك هذا، وتنسدو هاد البلاصه اللي محلوله عندي، كنسدها هكا بالماكينه، وها هي الباندا ديالي كتجي على هاد الشكل هذا، هانتوما بحال هكا كتجي في هاد العقيده هكا فوق الراس. هاد البقايا ديال الثوب دائما كنقول لكم ما تلوحوهمش، لان ممكن ديروا بهم بحال هاد لي بوند، بحال الباندات ديال اللي تتقبط بهم الشعر من اللور، مهم تستعملوهم في بزاف الاستعمالات. وهذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا، واشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم الجديد ديالي.